السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. مرحبا بكم في قناه بابيتو فيس. غنكتشفوا اليوم في هذا المقطع هذا شني قال المنافس وخصم الاسطوره بدر هاري البولندي اركاديوس جيسيك قبل المباراه الثانيه ضد بدر هاري. شني قال الصحافه وشني قال في السوشيال ميديا غنكتشفوه في الفيديو هذا. ابقوا حتى لاخر الفيديو ونتلاقاو. هذا نزالي الثاني ضد بدر هاري وانا فخور للعب معه ثانيه، وهذا الامر سيكون رائعا وسابذل جهدي للفوز عليه للمره الثانيه، وحظا سعيدا لي. هذا هو الخطاب الذي خرج به أركاديوس جيسيك خصم الأسطورة بدر هاري قبل شهر ونصف من النزال. إنه يتوعد بدر هاري بالفوز ثانية. لا نريد يا بدر هاري أن تخسر ثانية مع أركاديوس جيسيك. إن جميع متابعين بدر هاري والشعب المغربي ينتظر انتقام بدر هاري، فهل ستفوز؟ المهم الخوت، وصلنا الى نهاية الفيديو. ما تنسوناش تشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. هذا هو الرأي ديال أركاديوس جيسيك، يحترم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.